الإحسان، نمد إيدينا لإيديهم نشوف الدنيا بعنيهم، نكون دايما قريب منهم نعيش ليهم نعيش بيهم، عشان بكرة يكون أجمل وتتحقق أمانيهم، نقرب من قلوب الناس ويسري فينا نبض الناس، ويسري فينا نبض الناس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم معا في الخير. زي ما احنا عارفين ان البرنامج بيساهم في حل قضايا المجتمع الإنسانية اللي بتشمل طبعا الحالات المرضية والحالات الاجتماعية، ونسأل الله ان يوفقنا وإياكم في عمل الخير وان نكون سببا للناس في إسعادهم وحل مشكلاتهم. النهاردة في حلقتنا النهاردة بنعرض مشكلة هي مفرحة وممكن تكون يعني مؤلمة برضو، لكن هي في نفس الوقت انتوا هتفرحوا لها وهتتبسطوا لها جدا، وهي مشكلة وهي حالة مرضية لطفل اسمه أحمد حسنين، الطفل النبغة حافظ القرآن الكريم وما شاء الله حافظ الابتهالات الدينية ونموذج مشرف في الحالات بتاعته، وأمل إن كلنا يعني نحطه قدامنا إن الطفل ده هيبعث جوانا الأمل في الحياة، له والأمثاله من هذه الإصابة وغير الإصابة. في ناس برجليها بس بيحصل لها باتر أو ييأس من الحياة، ما بالك عيناه. هذا الطفل ولد كفيفا ولم يعلم أبواه أنه كفيف إلا بعد مرور 4 شهور من ميلاده، ولما عرفوا أجروا له عدة عمليات ولم ينجح أي عملية فيهم، فظل كفيفا إلى الآن. ولكن مشكلته هو أنه بيعمل عملية كل سنة بتكلف باباه 6000 جنيه فوق احتماله وفوق ظروفه، لأنه هو محدود الدخل، بالإضافة أن في أدوية وعلاج بياخده، فده بيسبب لباباه يعني عائق مادي ملموس عنده، فأصبح أنه هو مش قادر على العملية كل سنة، فبقاله سنتين مش قادر يعمل العملية للولد ده. فأنا من خلال البرنامج بناشد السادة الأطباء الأفاضل في مصر، وأنا واثقة جدا من وجود هؤلاء الأطباء الأفاضل اللي هم في قلوبهم الخير، إن هم إن شاء الله يتابعوا الحلقة معنا ويتواصلوا معنا من خلال البرنامج ويسمعونا ويرحبوا بحالة أحمد، وإن شاء الله نلاقي لأحمد حل عندهم بإذن الله. والنهاردة برحب بضيفي الكريم فضيلة الشيخ محمد عبد الحليم سلطان علماء الأزهر الشريف. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا. وبرحب بشيخنا الصغير أحمد حسنين الطفل النبغة، النهاردة إن شاء الله هيشرفنا بتلاوة القرآن الكريم والابتهالات الدينية. أهلا ومرحبا بكم. أهلا وسهلا ومرحبا فضيلة الشيخ. نعم تفضل. قبل ما نسمع أحمد، أنا نفسي بس حضرتك توجه حاجة لأهل أحمد. هل الإصابة بتاعت أحمد ديت تعد من الابتلاء الذي يحصد من وراءه الحسنات والخير والصلاح؟ نعم أكيد طبعا. ربنا سبحانه وتعالى بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحبتي في الله وفي رسول الله، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أنا بس بستأذن حضرتك أبدأ الأول قبل ما أقول حديث المولى جل في علاه، الحديث القدسي، أو أقول حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنا أؤثر ابني أحمد علي أن أنا خليه يبدأ بأيتين من القرآن عشان الناس يتعرفوا على أحمد من خلال القرآن ومن خلال أخلاق القرآن اللي تمثلت في ابننا هذا المصاب أحمد. لكن هو مش في محنة زي ما الناس فاكرة، ولا أهله في محنة، هو في منحة. مش هتكلم قبل ما أسمع من أحمد قرآن. اتفضل يا أحمد سمعنا قرآن. إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
ألف لام را. تلك آيات الكتاب المبين. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك. الشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. صدق الله العظيم. ما شاء الله، الله يفتح عليك يا أحمد. صدق الله العظيم وبلغ رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أي أي محنة يا رسول الله، أي محنة أختي الفاضلة أخت مريم، أي محنة هذه؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لله أهلين. قالوا وما هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. هذا من أهل القرآن. ما شاء الله. أي محنة ونحن في منحة وليس محنة. أي محنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يروي لنا حديثا قدسيا عن رب العزة يقول فيه: من ابتديته بحبيبتيه أو إحداهما فصبر، أي صبر على هذا الابتلاء، فليس له جزاء عندي إلا الجنة. مع صبر ابننا أحمد ربنا سبحانه وتعالى يرزق الجنة، بل يقول يا ربي وعزتك وجلالك لا أدخل الجنة حتى يدخلها أبوي. ولكن إحنا العملية بس العملية اللي بتتعمل دي عشان خاطر إن هي بس تمشي أحمد، ما تعملوش مضاعفات أكثر وألم أكثر. لكن مش العملية من 6000 جنيه دي عشان أحمد ما يتعملوش مضاعفات أكثر، لأنها لازم ضرورية. تمام. هو الابتلاء بس جاي في إيه أخت مريم؟ إنه مع هذا الابتلاء وصبر على هذا الابتلاء إن ما تعملتوش سنويا عملية يحدث مضاعفات أخرى وألم فظيع لأحمد يعيقه. الدم بيأثر على المخ. نعم. مظبوط. يعني. فيعيقه عن التعليم ويعيقه عن طاعة الله عز وجل. فبس أدي أنموش العملية عشان إن هو. اتصال. نعم. معانا اتصال. أهلا. معانا اتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو. الو. أيوة. اتفضل يا اخي احنا سامعينك كويس. حضرتك محمود من عريش. اهلا وسهلا. اهلا باهل سينا. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. الله يبارك لكم جزاكم الله خيرا. يعني بسم الله ما شاء الله على البرنامج الجميل دوت، يعني بصراحة حاجة في قمة الروعة. ربنا يبارك. الله يبارك لك يا أخ محمود. لا ما شاء الله بأمانة يعني، وما شاء الله جزاك الله كل خير على حضرتك بتعمليه وأسرة البرنامج كلها بتعمله بصراحة. الله يخليك يا أستاذ محمود، متشكرة. وأنا بشكر أهل سينا برضو لأنهم ساهموا معايا في الحالة الإنسانية اللي أنا عرضتها المرة اللي فاتت. في ناس ساهمت معايا وفعلا رحنا للحالة دي، وأنا بشكر سينا دلوقتي على الهوا. وطبعا انت من اهل سينا فاكيد انت من ضمن الناس اللي بشكرهم يا محمود. شكرا جزيلا لاتصالك. ربنا يخليك يا رب. ومعلش في كلمه اخيره عايز اوجهها لاحمد. بسم الله ما شاء الله عليه، ربنا يجزيه كل خير يا رب. وانا ما حلفنيش الحظ ان انا اكون زيه، بس انا بتمنى ان اولادي واخواتنا كلهم ان هم
نتمنى نكون يبقى يعني حفظة القرآن الكريم، يبقى من حفظة القرآن الكريم ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله عليه، بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظه يا رب الأهل يا رب، يتم كل خير إن شاء الله. بيقول لك جزاكم الله خيرا، شكرا 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 جزيلا شكرا. اتفضل فضيلة الشيخ. أنا عايز أقول إن اللي زي ابن أحمد محسود يحسد، بس يحسد إزاي؟ يحسد حسد غبطة، وفي نفس الوقت حميد، حميد. لأن سيدنا النبي قال كل ذي نعمة محسود. طبعا مفيش أفضل من نعمة الإسلام ونعمة القرآن ونعمة دستور الله. الأمة صح. فكثير جدا 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 من اللي ربنا أنعم عليهم بنعمة البصر، ولكن للأسف الشديد بعيد عن القرآن وبعيد عن حفظ القرآن. وربنا سبحانه وتعالى يقول إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور، لأن البصيرة أفضل من البصر. وأسأل الله عز وجل أن يرزق الناس جميعا نعمة البصر والبصيرة، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أنعم، إذا كان أخذ منه نعمة البصر ولكن أنعم عليه بنعمة البصيرة ونعمة الصوت الجميل ونعمة الأب اللي ماشي في طاعة الله وصابر على هذا البلاء، فربنا بيزيده بهذا الصبر رفعة. فبالتالي أحمد ابني، أحمد ابننا ده كلنا في عينينا، وإن شاء الله أنا بقول لك قبل ما نخلص البرنامج بإذن واحد أحد ربنا هيكرمنا بواحد واثنين وثلاثة وعشرة يقفوا جنب أحمد إلى أن يا شاء الله إن شاء الله يكون عالم ونشوفه من علماء الأزهر الشريف برضو يا رب كده إن شاء الله. يا رب يا رب. فضيلة الشيخ هو بسأله أنت يا أحمد عارف شكل باباك ومامتك وإخواتك؟ قال أنا حلمت بيهم. نعم نعم أنا حلمت بيهم وعارف شكلهم. الله الله الله، يعني هو حافظ شكل باباه ومامته وإخواته من حلم حلمه. طب سيدنا النبي بشره قال بقى والسلام. قال له إن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، يعني هو في الصغر ده ولسه في سنة 6 ابتدائي بسم الله ما شاء الله، ويشوف أبوه وأمه على حقدهم، وربنا سبحانه وتعالى ينعم بهذه النعمة بجزء من أجزاء النبوة. إذا هو يمشي على طريق الرسل والأنبياء. ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. جزء كبير من 46 جزء من النبوة، طبعا معاه القرآن، هو من أهل الله ما شاء الله، خد بالك معايا. فبالتالي وكمان أنت بتقولي لي ده بيقول صوت أناشيد جميلة جدا ما شاء الله. طب ما تسمعينا يا طيب أحمد سمعنا دلوقتي نشيد. اتفضل يا أحمد. الشيخ فرحات معنا؟ طيب الشيخ فرحات، الشيخ فرحات. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا من أهلا الشيخ أحمد من العبزية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتكم. إزاي الشيخ فضيلة، إزيك فضيلة الشيخ؟ والله في ستر ونعمة يا شيخ فرحات، ربنا يكرمك. ربنا يصلح حالك ودائما يا رب تمتعونا بالمواهب الجميلة دي يا رب. أمين. اتفضل. ربنا يبارك فيكم يا رب، ربنا يبارك فيكم، وربنا يا رب يجعل في ميزان حسناتكم، وان شاء الله يكون اللقاء باذن الله. باذن الله ان شاء الله يا فضيله الشيخ. شكرا لحضرتك، شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا. احمد دلوقتي ان شاء الله يقدم لنا انشوده. ماشي ماشي يا فضيله شيخنا الصغير ان شاء الله. يلي مش شايف بعيونه لكنه بقلبه شايف، نايده بتقرا وترسم لونه، ابداعه ما بيفرق عنا، واللي ما بيسمع كلمه شوفوا كيف اتجاوز همه، عم يقرا ويتكلم مكري وكلامه من تمي فهمه، شوفوا عالكرسي وما بيمشي لكن ما راحوا بيملى الدنيا، لعبوا رياضة وفنوا كل شي، وعيونه ما أحلى ضيا، على طول على قده لكن عنده مواهب ما أحلاها، حبه يبقى بقلبك ساكن من أول كلمة حكا، سبحانه الله سبحانه، ما أعظم إكرامه وعدله، لو يكتب على شي حرمانه بيعود بشي ما في مثله، واللي بيرضى ويصبر ويشكر في الجنة شو أجره أكبر، إيد بإيده الكون بيعمر ويفرح العالم كله. الله ما شاء الله, الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على النبي، ربنا يحميك يا رب لأهلك
ويحفظك ويا رب كده اشوفك كده من علماء الازهر الشريف وحاجه جميله كده، واكون عندي لسه صحه وعمر واستضيفك يا احمد يا رب يا رب. ربنا سبحانه وتعالى يا اختي الفاضله بيقول ايه؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. احمد ربنا اخذ منه نعمه بصر، اعطى له نعم كثيره جدا، وقال ربنا وان تعدوا نعمه الله لا تحصوها، لا تحصوها. وقال وقليل من عبادي الشكور. لا اله الا الله. القليل من عباده الشكور. طيب سيدنا النبي قال في اللي زي احمد برضو ايه يعني، وعشان كلنا نتعظ ونعتبر ونساعد ونهم ونعرف ان انت المال ليس مالك. معنا اتصال، معنا اتصال. طيب معلش فضيله الشيخ، معلش فضيله الشيخ، اتفضلي. معذره. استاذه منى، استاذه منى. الو. السلام عليكم. ايوه ايوه. عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ممكن اتكلم مع حضره الشيخ؟ اتفضلي 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 يا استاذه منى. اتفضلي اتفضلي. ايوه اتفضلي، كلمي حضرتك. اتفضلي معاك، اتفضلي. ايوه حضرتك، معرفش انا اصلا البرنامج ده انا ايه، انا لسه مشغله التلفزيون، بس انا طالبه من حضرتك بس ان انت تدعي لي ان ربنا يكرمني بالخير. يا ربنا رب. يا رب يرزقك رزق حلال طيب، ويرزقك الولد الصالح يا رب. من اهل القران، ويحفظك في الدنيا وفي الاخره يا رب، هي وكل اللي زيها يا رب. كل اللهم المسلمين يا والناس رب جميعا ربنا يرضيهم. كل ام نفسها تبقى ام. نعم. يا رب يرضيها يا رب. سيدنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول ما من عبد الا وله اربعه اعين. كل عبد فينا سواء كان مسلم او غير مسلم له اربعه اعين. بس اسمعي بقى الحديث ده له مغزى كبير جدا جدا. عينان في رأسه للناس كلها يرى بهما أمر دنياه، وعين قلبه يرى بهما أمر دينه. فأعين القلب اللي هي أعين البصيرة أهم بكثير جدا 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 من أعين البصر. بمعنى إيه؟ إن في ناس كتير جدا ربنا رزقهم الخير والمال، وشايفين حالة زي حالة أحمد بيقولها تتكلف 6000 جنيه، لكن للأسف الشديد بينه وبين ربنا حاجز وحجاب، وربنا طامس على قلبه ووضع على قلبه الران. فيجي عند التبرع لأحمد ب6000 جنيه ويقول لك ايه يا عمي، لا إله إلا الله، ويحجب. لكن اللي ربنا رزقه بعيني البصيرة فيقول لك ايه، الله دي فرصة، جاتني فرصة للي حافظ القرآن عشان يدعو لي دعوة ربنا يسترني في الدنيا وفي الآخرة. أنا أحمد الله ليلة ونهار، أنا أتمنى أن الله لا يرد لي بصري، لكن أتمنى أن الله يحسن خاتمتي وأن يقبلني في عباده الصالحين. ما شاء الله. اللهم صل على النبي. الله. يعني أنت راضي. أنت لسه أصلا شفت إيه في الدنيا. معنا اتصال، معنا اتصال. أحمد راضي. معنا اتصال. ألو. أيوة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا ست الكل، ومرحب بفضيله الشيخ والشيخ احمد، وربنا يبارك له ويبارك لوالديه، جزاك الله خير وبارك الله فيه، جنبه ويخلوه في المستوى اللي هو فيه ده. مين معانا الاول؟ عايزين نعرف مين معانا. مع حضرتك حسام من الزقازيق. مين؟ حسام من الزقازيق. حسام. حسام. حسام من الزقازيق. مرحبا مرحبا يا اخو حسام. اهلا بالشرقيه واهل الشرقيه. يا رب يسمعوني دكاتره الشرقيه، يا رب يسمعوني دكاتره الشرقيه دلوقتي. الله سبحانه وتعالى ان كل واحد يقف جنب طفل زي ده ويساعده، ما يسيبوش كده يعني. الطفل ده يا ضغط عند ربنا سبحانه وتعالى، وكل واحد يا ريت يتعظ منه. نعم. يعني احنا كمسلمين وشايفين كتاب الله وما بنعملش بيه. نعم نعم. فالطفل زي ده حافظ كتاب الله يا ضغط عند ربنا سبحانه وتعالى، ويا ضغط عند والديه، والناس اللي تقدر تساعد حد زي ده ما يسيبوش، يا ريت يقفوا جنبه. انا بؤكد لك ان شاء الله ربنا الله هيكرمنا دلوقتي بالفرج وهيفتح لنا ابواب الخير ان شاء الرحمن الرحيم، وان شاء الله ان ربنا سبحانه وتعالى ابتلانا بان ما حدش يتصل علينا. تاكد ان احمد هيعمل العمليه، وانا باكد لك من فضل الله عز وجل، فما ان شاء الله مش هنيأس من رحمه الله عز وجل. اشكرك اشكرك يا حسام، وشكرا على اتصالك. دلوقتي فضيلة الشيخ، احنا طبعا انا من خلال البرنامج بحس كل الاطباء، لان طبعا الاطباء دول مهنتهم مهنه عظيمه. نعم. هي كلها رحمه. نعم. كلها رحمه وعطاء، واي مهنه لها زكاتها. يعني لما يجي طبيب عيون يقول مثلا انا ازكي من خلال مهنتي والنعمه اللي ربنا انعم عليا بيها، ربنا بيزيدوا علم ويزيدوا مال ويزيدوا صحه. نعم. وبركه. نعم. وياتي انسان تاني يقول طيب اذا كان حد هيعمل له عمليه انا اقوم بتكلفتها بالادويه. لا بالادويه. بالأدوية.
بالأدوية أو بالأدوية أو بكتب أحمد عشان تعينه على التعليم. أحمد كمان محتاج فعلا اللي هي الكتب اللي هي بتبقى بارزة كده للمكفوفين. البراين مش كده أحمد؟ البراين طريقة البراين يعني أنا بوجه رسالة لكل يعني للرئيس او الدوله للرئيس ان هم يهتموا يعني ان هم يهتموا بنا شويه لاني ادوات البرايل يعني بسيطه جدا. انت عايز الرئيس يهتم بيكوا في ادوات البرايل يجيبها لكم حاجه كويسه. لا ده حاجه جميله ازاي ده الرئيس انت بس يعني ده احنا الدوله بتحب الاطفال دي والرئيس عبد الفتاح طبعا بيحب الفئات دي بالعكس ده ما شاء الله. يعني انت يا احمد ما بتتكلمش عنك انت بس انت بتتكلم انا بتكلم عن كل الشكل كل ذوي الاحتياجات الخاصه مظبوط في كل المصافي جسدي. معانا اتصال معانا اتصال الو السلام عليكم. ايوه الو الو السلام عليكم. ايوه عليكم السلام ورحمه الله. اهلا يا فندم. الو ايوه الو اتفضل معاك الدكتور احمد توفيق يا فندم استاذ العيون بزقازيق. اهلا وسهلا يا دكتور اهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم لسه والله بقول اسجد الشرقيه والله لسه بقول اهلا بحضرتك يا دكتور اهلا بحضرتك. ربنا يخليك يا فندم احنا نسمعوا عن الشرقيه وكرم الشرقوه يعني معروف على مستوى العالم يعني ان شاء الله ربنا يكرمك باذن الله. اتفضل. بالنسبه للحاله اللي بتعرضوها ان شاء الله احنا انا صاحب مستشفى الفردوس للعيون في الزقازيق. نعم مستشفى الفردوس مستشفى ممكن تشرفنا ان شاء الله احنا نتولى امرها بعد ربنا ان شاء الله. ربنا يبارك لك الله خيرا ربنا يجزيكم الله يكرمك. هنحاول نعمل لها عمليه ثانيه كده وربنا يقدر الخير ان شاء الله. ربنا يبارك لك يا دكتور. يا دكتور هو الحاله اللي معانا احمد في سنه 6 ابتدائي مش انثى احمد يبقى اللي معانا ان شاء الله يجي لك مستشفى الفردوس في الشرقية. أيوة في الشرقية ان شاء الله يا فندم. في الحتة بالظبط يا دكتور في الزقازيق. فين الزقازيق في شارع ايه؟ لا في حي اسمه كفر ابو حسين في مدخل الزقازيق. كفر ابو حسين مركز الزقازيق ان شاء الله. مستشفى الفردوس للعيون ان شاء الله. دكتور احمد مين؟ احمد توفيق. دكتور احمد توفيق. نعم جزاكم الله خير. طب احمد عايز يدعو لك دعوة. اشكره يا احمد. ربنا يكرمه ان شاء الله. جزاكم الله خير. ربنا اقول ربنا يجعله في ميزان حسناتك يا رب يا دكتور. الله يخليك. ربنا يخليك حبيبي ان شاء الله انا اجتهد وربنا يجيب النتائج ان شاء الله كويسه باذن الله. ان شاء الله جزاكم الله خير. اشكرك يا دكتور. جزاك الله عنا خيرا وربنا يخلف عليك ويزيدك من نعيم الله ويبارك الله فيك يبارك في اهل فيك. الخير الله يكرمك ويساعدنا بسماع يكرمك. صوتك وان شاء الله وان شاء الله اي حالات يعني احنا جاهزين لخدمه اي واحد باذن الله يعني. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. ان شاء الله هنحجز عندك الحلقه القادمه حاله برضو تانية. ماشي مش مهم تكون الشرقيه يعني احنا على استعداد استقبال اي حد من الجمهوريه كلها. احنا هنحجز حاله عندك من بني سويف من دلوقتي على الهوا اهو. طيب ماشي ان شاء الله. جزاكم الله خير يا دكتور. ربنا يخليك يا فندم. شكرا جزيلا لاستاذنا ودكتورنا الكبير احمد توفيق. وانا مبسوطه لشعوره الطيب النبيل ان هو سمع ندائنا ولبلنا طلبنا في نفس الوقت. يا رب يكتر من امثالك يا دكتور احمد ويديك الصحه يا رب وطولة العمر ويزيدك من علم الله وفضل الله. اجمل حاجه بقى يا حاجه مريم ان احنا نقابل نعمه الشكر نعمه جميله الرب بالشكر ان احمد يبتهل بقى شويه عشان نشكر ربنا انه رزقنا. اتفضل يا احمد حته من الابتهالات كده. اتفضل يا حار فكري لست ادري ما اقول اي طهر ضمه قلب الرسول. حار فكري لست ادري ما اقول اي طهر ضمه قلب الرسول اي نور قد تجلى للعقول انت مشكاة الهداية انت مشكاة الهداية انت مشكاة الهداية تي انت نبرا اي مدح كان
يا رسولا قد بشرت فيه الرسائل، أي كون في نبي في كماث، أنت نور أنت نور أنت طور أنت حق هد باطل، قد تبعنا سنة الهادي المطاع، قد تبعنا سنة الهادي المطاع، ونجونا من عثار وضياع، وشدونا من سويعات السماع. صلى الله عليه وسلم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا يحميك يا أحمد يا رب كده، ويشوف أهلك فيك الخير كله، وإنت وكل اللي زيك يا رب، ويجعله في ميزان حسناتهم. وده فعلا نعمة الابتلاء، نعمة الابتلاء اللي فعلا دي المنح، دي المنح اللي ربنا اداها لنا في حياتنا، دي المنح، مش كده يا فضيلة الشيخ؟ نعم. ربنا سبحانه المنح. وتعالى قال على سيدنا النبي، هو بيذكرنا سيدنا ابو جهاي، عيشنا مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قال قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات الى النور باذنه. فربنا سبحانه وتعالى هو مش شايف ظلم، هو مش شايف ظلمات ولا ظلمه، هو شايف نور، نور البصيره بالقران وباللي ربنا هداه ده. ان شاء الله يا احمد ربنا مش هيضيعك ابدا، ولا هيضيع اللي زيك ابدا، ولا هيضيع اي مبتلى. اللهم الله عز وجل معنا اتصال فصبر. معلش يا فضيله الشيخ، معنا اتصال، معنا اتصال. ايوه ايوه السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ بقول لحضرتك عندنا حاله نفس دي كده بالظبط. استاذه مين؟ استاذه مين؟ سيبي سحر. سحر. طب حضرتك سيبي سحر، سيبي رقمك في الكنترول واحنا هنتفق. سيبي حضرتك رقمك. خلاص. ايوه الاستاذه سحر سيب رقمها في الكنترول، وان شاء الله باذن الله نشوف حالتها باذن الله. بنرجع تاني لفضيلتك. شوف سبحان الله، يعني لابد ان احنا نعيد الثقه في الله، لابد لكل امه رسول الله صلى الله عليه وسلم دايما نجدد ايماننا، دايما نصحح نوايانا، نطهر قلوبنا لله سبحانه وتعالى. ادي احنا شفنا يعني الحمد لله ربنا رزقنا، ربنا لا يغلق ابواب الخير ابدا. خير في امتي. نعم. ولذلك الحديث القدسي ربنا بيقول يا ابن ادم لا تخف من ذي سلطان ما دام سلطاني وملكي لا يزول، يا ابن ادم لا تخف فوات الرزق ما دامت خزائني مملوءة لا تنفذ، يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك وخلقتك من أجلي، فسر في طاعتي يطيعك كل شيء، يا ابن آدم لي عليك فريضة ولك علي رزق، فإن خالفتني في فريضتي لم أخالفك في رزقك، وإن رضيت بما قسمته لك، إن رضيت بما قسمته لك أرحت قلبك، وإن لم ترضى بما قسمته لك فوعزتي وجلالي لأسلطن عليك الدنيا ترقد فيها ترتع فيها كرطع الوحوش في البريه، ولا ينالك منها الا ما قسمته لك، وفي النهايه وكنت عندي مذمومه. صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدقت يا رسول الله، صدق ربنا العظيم. طبعا الوقت قرب يخلص، والحديث جميل والكلام اجمل، واحمد ما شاء الله اسعدنا النهارده بوجوده معانا في الحلقه النهارده. دخل قلوبنا، هو جوه قلوبنا بأمانة. وحضرتك فضلتك شرفتنا، ربنا يخليك، جزاك الله خير. دلوقتي اتوجه بالشكر لفضيله الشيخ محمد عبد الحليم سلطان من علماء الازهر الشريف، واتوجه بالشكر للاستاذ الدكتور احمد توفيق بمركز الفيروز الفردوس بالزقازيق محافظه الشرقيه، اشكره جزيل الشكر. نشكر
انه سمعنا وانه اتصل بينا عبر التليفون بالبرنامج. اشكره واشكر تواجد احمد عندنا، ويا رب كده نشوفه من علماء ازهر الشريف باذن الله. للتواصل معنا الاتصال عبر الفيسبوك على موقع معا في الخير، واليوتيوب على قناه الصحه والجمال معا في الخير، وعلى ارقام الموضحه امامكم على الشاشه باذن الله. ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم، ويا رب كده نبقى معا دايما في الخير، ويا رب نبقى على طريق الخير مع بعض باذن الله. شكرا والقاكم على خير باذن الله، دمتم في رعايه الله وامنه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. تعالوا نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نقرب من قلوب الناس، نشارك بعض بالإحساس، نمد إيدينا لإيديهم، نشوف الدنيا بعينيهم، نكون دايما قريب منهم، نعيش ليهم نعيش بيهم، عشان بكرة يكون أجمل وتتحقق أمانيهم. نقرب من قلوب الناس ويسري فينا نبض الناس، ويسري فينا نبض الناس.